أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم. بتجدد لقائنا النهاردة وحلقة جديدة من برنامجكم نور الحياة. النهاردة مكملين برضو مع ضيفتي الجميلة الأستاذة الدكتورة منى عويس، وهنكمل معها الحوار. كنا اتكلمنا قبل كده في حلقات سابقة عن موضوع الخلافات الزوجية ما بين الأزواج. كنا اتكلمنا في البداية عن دور الزوجة، وبعد كده تناولنا في موضوع تاني عن دور الزوج. النهاردة هنتكلم بقى إزاي أثر الحلول للمشكلات الزوجية على الأولاد. النهاردة هنتكلم في الموضوع مهم جدا، إن شاء الله يا رب ينال إعجابكم. بس اسمحوا لي في البدايه برحب بضيفتي المنورانا ومشرفانا النهارده الاستاذه الدكتوره منى عويس، اخصائي ارشاد اسري وتعديل السلوك، مدرب معتمد من جامعه عين شمس. نورتينا يا دكتور، وسعيده ان انا دايما لقائي بيتجدد مع حضرتك. بنورك بنورك حبيبتي، ربنا حبيبتي يا رب يخليكي. احنا اتكلمنا قبل كده زي ما قلنا في موضوعات قبل كده عن المشكلات الزوجيه بالنسبه لدور الزوجه لدور الزوج. النهارده بقى عايزين نعرف يا دكتور العائد بقى من المشكلات الزوجيه دي عن الابناء، ازاي نقدر نخلي اولادنا ما يحسوش بالمشاكل الزوجيه، او احنا نقدر نتغلب عليه بدون ما الاولاد ياخدوا إيه طبعا، لان الموضوع ده بيحصل لهم طبعا حاله نفسيه وبيعود باثر سلبي طبعا على الاولاد. النهارده يعني هنتكلم عن حاجه كده يعني لذيذه، واحنا سميناها النهارده العقاب اللذيذ. ليه العقاب اللذيذ؟ ليه؟ لان هي كل الزوجات لما بيحصل مشكله ما بينها وما بين الزوج، كل الفكره اللي هي بتبقى عليها هي فكره الطلاق. هي مش بتفكر في وقتها اللي بعد الطلاق هيكون ايه، او مش بتفكر هي لما تتزوج تاني او ما تتزوجش، او ولادها معاها او مش معاها. كل التفكير في نقطه ان هي عايزه تنتقم، فبالنسبه لها الانتقام ان هو ان هي تطلق او هي تنفصل يعني من عنه. طبعا الكلام ده مش مظبوط. احنا لازم احنا مسمينه العقاب اللذيذ ليه؟ احنا خلاص اخترنا بعض، سواء بقى الاختيار صح اختيار صح او الاختيار الخطا، احنا خلاص عايشين مع بعض عشان خاطر الولاد. انت هتتحملي وهو هيتحمل عشان خاطر مين؟ الاولاد، الثمره اللي موجوده. عشان انا هفكر انا خلاص، لو انت بالنسبه لك انت حياتك اتدمرت، فمش هدمر حياه اولادي. لازم نعيش مع مين؟ مع ولادي، عشان خاطر انا هربي بقى مين؟ سيده المجتمع. طب رجل الغد. عايزينك بس يا دكتور بتنقطع كلام حضرتك. فاصل صغير ونرجع تاني. مشاهدينا فاصل صغير ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل مع ضيفتي الجميله منورانا ومشرفانا النهارده الاستاذه الدكتوره منى عويس. دكتور، كنا بنتكلم قبل الفاصل ازاي بقى نعمل المشكلات الزوجيه ما تعودش اثر على الاولاد، ازاي ان احنا نتفادى الموضوع ده؟ احنا هنتفادى الموضوع ان احنا الزوجه، انا عارفه ان هي هيبقى عليها يعني عائق كبير جدا، ان هي بتتحمل مشكلات كثيره وبتتحمل سواء الزوج او الاولاد او البيت او اعباء الحياه عامه. لكن عفوا لكن هي الفكره لما نشوف اللي قدام. انا بالنسبه لي هربي الولد والبنت، هربي رجل المستقبل، هربي سيده المجتمع فيما بعد. هنشا جيل جديد ان شاء الله باذن الله. دي الثمره اللي انا بنتظرها، ودي اللي هتعوضني عن المشاكل اللي فاتت اللي بتحصل عفوا هتعوضني عن المشاكل اللي حصلت لي طول الحياه وطول العمر. بمجرد ان انا يعني الاقي الثمره دي يعني انبتت وبقت حاجه جميله قدامي، وانا عملت حاجه للمجتمع. لا انا فعلا يعني نسيت كل التعب ونسيت كل الالم اللي كان فيه. انا بس هقول يعني حاجه صغيره بالنسبه للسيدات اللي هي بتسعى ان هي للطلاق. يعني كان عندي كذا حد مطلقات اتطلقت، وبعد فتره تزوجت من رجل معاه اولاد وسابت اولادها سواء لاهلها او كده، فبقت بتربي في اولاد غير اولادها، واولادها تربوا بطريقه تانية خالص. عايزه اقول ان بعد عمر طويل الولاد دول بيتزوجوا ولادها اللي هم تربوا مش في حضنها. البنت اول ما تزوجت اول مشكله حصلت معاها طلبت الطلاق. اكيد فكانت الام بتقول لها يعني هتسيبي بيتك وتسيبي ولادك وتتطلقي؟ قالت لها ما انت اتطلقتي وسبتيني. عايزه اقول اللي بيتبني على خطا بيبدا خطا طول العمر.
واللي بيتبني على صبر وتحدي بيفضل على صبر وتحدي. هي لو شافت مامتها نفس الفكره برضه هي نفس الموضوع هو قائم هو قائم لكن ممكن يعني نادرا لما تلاقي مثلا لو في مثلا بنت مثلا تقول مثلا انا تعبت في حياتي انا تعبت من الحياه اللي هي سلبيه احاول يعني اعيش حياتي صح لكن ده ما بيحصلش لان هي اصلا يعني مبنيه مش على خطا اصلا ما تبناش على صح. انا عايزه اقول مثلا لكل السيدات مثلا يعني انا يعني لو انت شايفه ان حياتك متدمره او حياتك صعبه جدا مش هتكون اصعب من اللي جاي مش هتكون اصعب من بعد لحظات الطلاق. لو كانت مشكلتك مع زوجك مثلا مشكله يعني وقتيه او كل حاجه وليها حل وكل موضوع ليه موضوع وليه حل. احنا قلنا ان احنا بنسعى ان احنا نحل المشاكل تمام واحنا قلنا كمان ان احنا في مراكز تدريب وفي حاجات هننزل نتعلم فيها لكن انا بتكلم على فكره الانفصال ما بين الزوج والزوجه. انا عايزه اتقبل زوجي زي ما هو ليه فكره ان انا بس اقول للراجل ان انت فيك حاجه غلط او ان انا عايزه اعدل منك او ان انا اسلوبك مش عاجبني او دي كلها يعني هو تحديات صارمه هو مش هيقبلها. ممكن تقولها بطريقه غير مباشره. ما هي احنا بنعلم بقى ايه بقى هنقولها بطريقه غير مباشره. نتعلم هنتعلم مع بعض احنا نتعلم يعني هنقولها بس بطريقه ثانيه. يعني لو انت مثلا قلتي له مثلا يعني عكس الكلام انا مثلا معجبه بكلامك جدا هيضطر ان هو يظبط في كلامه. انا معجبه مثلا بلبسك حتى هو مش بيلبس كويس هتلاقيه بيظبط في لبسه غير ما تقول له العكس. غير ما تقول له العكس العكس هو مش هيقبله وهيفضل زي ما هو مش هيعمل حاجه. لكن ودايما يعني تفخم من اي عمل بيعمله. يعني لو جاب اي حاجه وهو داخل يعني تهلل وهو داخل حتى لو شيء بسيط تعيش وتجيب ليه لان هو يبقى حابب انه يجيب حاجه وهو داخل تاني. لكن لو جاب حاجه ودخل وكانه ما عملش حاجه طب مش هجيب تاني. يعني ما لقاش احتفال يسدد نفسي خلاص ما لقاش احتفال مش عايز خلاص مش هجيب تاني. لكن هي الفكره ان احنا يعني احنا عايزين نغير ما هو مش انا مش بغير اللي قدامي انا اللي بتغير. ما هو لا يغير الله بقوم حتى يغير بانفسهم يبقى انا اللي بتغير الاول علشان الـ 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 الشخص اللي امامي يتغير على تغييري انا. لكن انا عفوا الراجل بيفضل هو طبعه زي ما هو لكن هو بيتغير معايا فيما بعد يعني بمراحل بسيطه. هي لو اتغيرت وهي قايمه بكل شيء معايا بس هو برضو واخد اتجاه تاني انا بحتسبه عند الله. انا بحتسبه عند الله وتصبر بقى على صبر عشان خاطر اولادي. يا جماعه الاولاد دولت يعني لو اتربوا في مكان غير بيت يعني والدهم والاب والام ما بينهم كده مش هيطلعوا حاجه. يعني ما تستنيش انه يطلع هي طفل كويس في الاول وفي الاخر هتقعد على الاولاد نفسهم. الاولاد نفسهم انا مش هيبقى في جيل بعد كده مش هيبقى في حاجه قادمه بعد كده. انت يعني لو كل واحد فكر بالطريقه السلبيه مش هيبقى في اجابات بعد كده. تمام يعني انا عايزاكي تحتسبي عند الله. يعني لو كوبايه الميه بتقدميها له احتسبيها عند الله. الاكل وانت واقفه بتعمليه في المطبخ احتسبيه عند الله كله هياخد ثواب كله هتاخدي ثوابه. هو بقى معاملة وحشة فكره ان انت يعني انت ده من وجهه نظرك ان انت حياتك متدمره وان انت مش قادره تعيشي ومش قادره تواكبي الكلام ده لا هتقدر ان شاء الله عشان خاطر الاطفال دول يتربوا صح ويتربوا كويس. تمام. ولو انت شغلتي نفسك بيهم وشغلتي نفسك بتعليمهم وتربيتهم صح الصبر اللي بعد كده هتبقى حاجه كويسه. اكيد هو يعني ربنا قال نسكن اليها لكن لو احنا في مشاكل هيبقى نسكن معاها. فخلينا كاننا جيران في بيت واحد احنا جيران عايشين مع بعض عشان خاطر ولادنا. لكن اوعدك لو انت صبرتي وتعلمتي صح وتعلمتي ان انت ازاي تواكبي حياتك عشان خاطر الاطفال اللي جايين دول اوعدك ان هيكون السكن اليها زي ربنا ما قال لنا. الله عليك يا دكتور بجد والله. لكن هي الفكره كلها ان احنا يعني انا عايزه انتقم بس هي دي الفكره. لا. او في وغير كده كمان في وسوسه من الاخرين يعني مثلا لا ده انت تستاهلي حد احسن منه انت ازاي عايشه معاه انت ازاي مستحمله الحياه ديت. يعني ارجوكم يا جماعه اللي عنده كلمه حلوه يقولها واللي ما عندوش بلاش يتكلم في الاول في الاخر كل واحد قاعد في بيته ومستقر. وبعدين يا جماعه الحياه بالنسبه لنا عامله زي المركب بالظبط طول ما هي مقفوله وبتسير في طريقها ومحدش بيتدخل فيها هي ماشيه. امتى تقع لو يعني لو حد تدخل طب هيتدخل ازاي منين التدخل يجي ازاي ما انا لو انا قلت يا فلان انا تعبانه في حياتي انا عندي مشكله انا كلمه انا بشتكي ديت فبضطر ان انا ادخل مين الاخرين في حياتي والموضوع فكل واحد بقى عنده كلمه يقولها سواء بالسلبي او بالايجابي فطبعا البيت بيتدمر وبتبقى كمان في شوائب. يعني مهما تعملي
بتبقى فيه شوائب. لا بس هي حلوه المقوله بتاعت حضرتك يا دكتور، بتنقطع كلام حضرتك ان هي تحتسب عند ربنا، هي لازم هي تعمل اللي عليها وهي برضو اجرها هتاخده ثواب عند ربنا. يعني هي اللي بتعمله ده هو هيروح عند ربنا مش هيروح طبعا. ده لازم في الاول في الاخر سيبها كمان عشان خاطر ولادها. هي كمان تظبط علاقتها بربنا. يعني اللي بيظبط علاقته بربنا فعلا الدنيا يعني الدنيا بتتيسر له فعلا لوحدها من غير ما نعمل بقى لا حكايات ولا روايات ولا حلقات ولا تليفونات ولا كلام من ده خالص. ظبطي علاقتك بربنا الاول، هتلاقي كل حاجه ماشيه على ما يرام. لكن في ناس يعني الف به مثلا عباده او صلاه او مفيش موجوده، بتصلي بقطع. يعني ايه بقطع؟ ما هي صلي ما بتصليش. لا يا كده يا كده، مفيش حاجه اسمها بقطع. بتصلي الفجر مثلا طول الليل على الفيس مثلا. طب يعني الفجر يجي ننام، طب ما نقوم نصلي الفجر مثلا. ففي حاجات كتيره قوي احنا مفتقدينها. لو خصصوا كل يوم يا دكتور كده صفحتين ثلاثه من المصحف، يعني برضه ده صفحه يعني واحده. مش عايزه صفحتين ثلاثه. انا عايزه مع كل يعني موعد صلاه اقري صفحه واحده. مش عايزه اكتر من كده. اكيد طبعا. يعني في حاجات بسيطه جدا. بسيطه مش هتسترك منها وقت. ولا بالعكس هتزودنا في حسناتنا وتزودنا في علاقتنا. وهتخلينا كمان يعني سعه الرحب، هتخلي قلبنا واسع، هتخلي قلبنا ان احنا محتاجين ان احنا نسمع، محتاجين انا اقول. عايزه يعني احط في اولادي نبته صح. عايزه اطلعهم صح، اعلمهم صح. يعني ايه ياكلوا، يعني ايه يشربوا، يعني ايه اتيكيت على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما كل حاجه وليها حاجه. اكيد. يعني نقعد ازاي، نتكلم ازاي، نشرب ازاي، الحاجات دي كلها اولادي. انا دلوقتي كل تفكيري في اولادي. انا مش بفكر في حاجه. لو انا فكرت بقى في نفسي، ما انا مش هاخد حاجه برضو. صح. يعني لو انا حصل انفصال النهارده وحصل طلاق، انت متخيله هتتجوزي مين؟ هتتجوزي واحد معاه اولاد. اكيد. بدل ما تربي اولادك هتربي غير اولادك. صح. ادي حاجه. انت فاكره متخيله ان اولاد غيرك دولت هيتقبلوا ام غير ممكن الزوج الجديد يطلع طبعه اوحش من الزوج الاولاني. ده أكيد. اكيد ده اكيد هيطلع طبعا اوحش. وممكن بقى بعد يعني كده يبدا برضه. حالات نادره. حالات نادره لما بيحصل العكس. دي حالات نادره جدا. ولو جت تعاتبه في اي موقف، ما هيقول لها طب ما انت كان بيعمل فيكي وعمل. لا مش كده كمان. مش هتقدر تعاتب لسبب ان هي لو حبت كمان، يعني هي كمان تنفصل من التاني. يبقى المشكله فين؟ عندها هي. مش عند الزوج الاولاني. هتضطر ان هي تعمل ايه؟ تستحمل. اكيد ليه؟ طبعا. ان ده الزوج التاني ليا. ما اقدرش ان انا اتكلم. لو اتكلمت يبقى انا الايه؟ العيب عندي انا. مش معقول عيب في الاثنين. طب يا جماعه، طب ما استحمل. بستحمل مع اولادي بقى في وسط بيتي وفي وسط زوجي. واربي اولادي واطلع الناس اللي انا عايزه اطلعهم. ربنا يجازيكي خير. يعني اطلع من يعني انك فعلا ابني بتحط نقط. يعني فعلا النقط على موضوعات مهمه جدا والله. لازم. دي الحياه اليوميه اللي بتبقى دايما ما بين البيت. لازم افكر في ابني. انت بقى راضي عن حياتك او مش راضي عن حياتك؟ اخترتي غلط، اخترتي صح. خلاص هو خلاص مش هينفع اللوم ولا حياتك وعيشيها. دي حياتك وعيشيها. قلت له العرض بقى طبعا فعشيها. يعني في حالات طبعا ما ينفعش اقول عليها ان هي تكمل. في حالات فعلا حاجات ما ينفعش اقولها. في حالات معينه احنا قلنا كل قاعده شواذ. لكن برضو يعني لها حلول. يعني لو احنا وصلنا لمراحل معينه مثلا مع الناس الكبار مثلا. سواء حد كبير في العيله او حد مثلا مستشار مثلا في الناس اللي هي مستشارين. في معالجين يا دكتور. معالجين. عفوا. هنطلع بموضوعات. في كورسات زواجيه بتتعمل هايله جدا. انا برضو دكتور بدون قطع كلامك النهارده، برضو بحب اقول لكل المشاهدين اي حد حابب يتواصل مع دكتور منى، جروب فاصل ونواصل. يا دكتور بسم الله ما شاء الله. انا لاحظت عندك مشاكل جامده جدا، وفضل الله وفضل حضرتك طبعا بعد ربنا. لقيت فعلا الموضوعات فعلا معظمها والله انا مش بقول كده على الهوا شكر ليكي او دعايه، بس انا فعلا بحس فعلا حالات جدا فعلا الحمد لله من كلام الناس نفسهم على الجروبات ان الحمد لله جابت نتيجه جامده. الحمد لله. ليه؟ يعني ليه؟ ربنا يجازيك فعلا. لان اصلا في بدايه الكورس لما بنبدا كورسات يعني الطاعه ثم الطاعه ثم الطاعه. يعني تسمع الكلام. مش الطاعه طبعا، الطاعه واجبه علينا. لكن مش تسمع الكلام، اسمعي اللي هقول لك عليه وتنفذيه. يعني لما تجيلي واحده يعني عملتي تقول لي لا، قلت ان انا قلت عليه لا. طب لا تفضلي ما تجيش تاني. لكن هي في كل مكان، انا مش بتكلم عليها انا بس، في كل مكان هتلاقي فيه مراكز. وفي كل مكان هتلاقي فيه استشاريين. في كل مكان هتلاقي فيه معالجين. اسالي. اسال. استشير. ومن خاب من استشار. اكيد طبعا. يعني لازم نستشير. يا جماعه انا عندي مشكله. هو الطلاق ده سهل؟ لا طبعا مش سهل. يعني ان ابغض الحال عند الله الطلاق. لكن ما ينفعش ان انا يعني اقزم بيه. وكمان حالات الطلاق اللي هي انهي بقى؟ شباب صغيرين. يعني شباب صغيرين ده انا يعني بقت حاجه جامده جدا. مثلا متجوزين بقى لهم سنه مثلا. اتطلقوا مثلا بقى لهم سنتين، بقى لهم ست شهور. في يعني في زوجات عندي بقى لها اربع شهور.
يعني ليه ليه كل ده؟ يعني احنا قلنا قبل كده الحلقه اللي فاتت كان سبب الاهل، الاهل اللي يا جماعه بلاش التدخل، ما فيش داعي الام تتدخل سواء هنا او هنا، يعني ام الزوج او ام الزوجه، يعني سيبهم يعيشوا حياتهم، سيبهم يعيشوها بقى بحلوها بمرها، خلاص هم اتجوزوا خلاص، ما فيش داعي للتدخل، خلينا على الحياد، يعني ندي النصيحه وهم احرار. يعني ما ينفعش ان احنا يعني اجيب بنتي واديها كلمتين واحفزها على جوز على زوجها، ما هي طب انا كده عملت معاها ايه؟ بدل ما هديها ده انا عملت لها صوره بزياده، طب اديني حل بقى. تمام يا دكتور، بس هو الموضوع جميل جدا والله يا دكتور، بس زي ما بقول لك كده الوقت بيجري معاكي بسرعه، عايزين نصيحه كده برضو يا دكتور بقى نقولها دلوقتي احنا كده عشان نقفل موضوع حلقات فصل ونواصل، عايزين نصيحه بقى للزوجين مع بعض يا دكتور، يعني سريعا كده في 3 دقايق. هي الزوج يعني اولا يعني استوصوا بالنساء خيرا، يعني اعرف ان دي هتبقى بنتك او اختك او اي نساء من نسائك هتتعامل معاها ازاي، او بتحب اختك يتعامل معاها ازاي، او بنتك يتعامل معاها ازاي، وتتعامل مع زوجتك. تمام، يعني اي موقف هيمر بيك عايز تتعامل بيه مع زوجتك افتكر ان لو اتعامل في اختك او في بنتك تحب يتعامل ازاي، وعلى هذا اساس تعمل. تمام. بالنسبه للزوجه ده حياتك، الزوج هو حياه المراه، ما ينفعش ان انا يعني اخرج من هذه العباءه. يعيشي على قد امكانياته، ما ينفعش ان انا يعني ابص لغيري، ما ينفعش ان انا اقول اشمعنى ده جاب او اشمعنى ده عمل. ارضى بحياتي، ارضى بحياتي، الرضا اهم حاجه، الرضا، الرضا سواء من هنا او من هنا، سواء الزوج او الزوجه. سواء الزوج مثلا اذا كان مثلا رافض زوجته او مش عاوزها او مش هي دي او حاسس ان هو واخد مقلب في حياته زي ما بيقولوا يعني كده، لا عيش كده بما يرضي الله والمركب هتلاقي نفسك طول ما انت مش مع ربنا الدنيا بتمشي. يعني حاول ترضى، هي الرضا اهم حاجه في الدنيا كلها. أكيد. والزوج اهم حاجه الرضا، هو الرضا والله رقم واحد. اكيد طبعا. رضا ربنا علينا ده ربنا يرضى علينا ويرضينا يا رب. يا رب جميعا. مهم جدا في حياتنا ان احنا نرضي الزوجه، والزوجه كمان يا جماعه كان للرجاله، الزوجه يعني هي برضو يعني سابت بيت الاب، البيت العز زي ما بيقولوا، بيت هي قاعده براحتها بتاكل براحتها، ما عندهاش مشكله، نازله خارجه فجاه لقيت نفسها اتغير. في مكان يعني لا ده لا وده لا وده لا، ما ينفعش. يعني احنا قلنا نتعامل معاها ان هي لسه طفله، لسه بيت باباها، وتعامل معاها على هذا الاساس. وما ينفعش كلمة لا، لازم يكون في برضو يعني تفكير، ناخد رأي بعض. الموضوع دي مهمة جدا جدا، انا بتكلم طبعا بالنسبة للزوج والنسبة للزوجة، علشان يكون في هنا تحايد. انا مش متحايدة حد النهاردة والله، لا للرجالة ولا للنساء، احنا كل همنا يا دكتور يعني المصلحة، المصلحة العامة، المصلحة العامة سواء للسيدات او للرجال، هتقعد على الاثنين يا دكتور، هتقعد على الاثنين، وتقعد على المجتمع. عايدة على المجتمع فيما بعد، اكيد طبعا. يعني المجتمع ده فيما بعد هو طلع مطلع ايه؟ ما هو مطلع ابنائنا، ابنائنا دول طالع من مين؟ هو مننا، من صبرنا. صح، اكيد. ما هو الصبر ده، الصبر ثم الصبر. ايوه، لازم اصبر. في ناس تقول لي مش قادره اصبر مثلا، او مش قادره، لا هي يعني هي في مراحل للتدريبات عشان للصبر كمان، يعني كمان في كمان حاجات بناخدها عشان نعلمها ازاي تصبر. انت متخيله يعني ازاي تصبر، يعني ازاي تبقى تعدي المراحل دي، ازاي تعدي المشكلات ديت. عايزين ان شاء الله نعمل الموضوع ده برضو ان شاء الله يا دكتور كده في حلقه نكمله برضو مع حضرتك. ان شاء الله، ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله. شكرا دكتور، بجد انا سعيده النهارده بلقائي معاكي، وان شاء الله هنكرره برضو في مواضيع تانية باذن الله. وبشكرك على المعلومات المهمه دي جدا يا دكتور. حبيبتي ربنا يبارك فيك، شكرا، نورتيني وشرفتيني. وان شاء الله هنكمل الحوار باذن الله. اعزائي المشاهدين، بنشكر حضراتكم النهارده، وكانت معنا الاستاذه الجميله الدكتوره منى عويس، اخصائي ارشاد اسري وتعديل سلوك، متدرب معتمد من جامعه عين شمس. وان شاء الله هنكمل الحوار برده ان شاء الله في موضوعات مهمه جدا تهم كل بيت وكل بصره، مع دكتورتي الجميله منوره مشرفانا الاستاذه الدكتوره منى عويس. وانتظرونا حلقه جديده من برنامجكم نور الحياه، كانت معكم نير الخولي، في امان الله.